السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اهلا بكم في فيديو جديد على قناة احمد علي. وفي فيديو النهاردة ان شاء الله شباب هنعلن عن الفائزين في مسابقة شحن شدات ببجي وجواهر فري فاير، وكمان هقدم لكم تطبيق لربح رصيد بيبال، وباذن الله هنسحب من التطبيق والسحب هيوصل لنا في نفس الوقت لان التطبيق ده الدفع فيه فوري. ففيديو النهاردة ممتاز جدا، انصحكم تتابعوا الفيديو للنهاية عشان باذن الله هتستفادوا. ويا ريت طبعا لو انتم مش مشتركين معنا في القناة ما تنسوش تعملوا اشتراك للقناة وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد، وما تنسوش تعملوا لايك للفيديو عشان نشوف كم واحد عجبه الفيديو ده. مبدئيا يا شباب ده التطبيق اللي انا هشرحه لكم لربح رصيد بيبال، وبعدين هنبدا اللي احنا نعمل منه اثبات سحب، وبعدين في اخر الفيديو هنعلن عن الفائزين في مسابقه شحن شدات ببجي وجواهر فري فاير. مبدئيا خلينا ندخل للتطبيق. طبعا انا شرح التطبيق قبل كده، وان شاء الله هسيب لكم رابط شرح التطبيق كامل موجود في وصف الفيديو. لو انت ما بتعرفش طريقه التسجيل في التطبيق شوف الشرح عشان تبدا اللي انت تعرف طريقة التسجيل في التطبيق، وبعد ما تسجل في التطبيق هتيجي بقى تشتغل على التطبيق بالطريقة اللي هقولها لك دي. ولكن خلينا قبل ما نشتغل على التطبيق خالص خلينا نيجي هنا عند العلامة ديت ونبدأ اللي احنا نعمل طلب سحب من التطبيق كده. هنا هنحول بس عدد النقاط اللي معانا ده لدولارات مع بعض كده، هنضغط على علامة الزائد ديت زي ما انتم شايفين ونشوف هنبدأ اللي احنا نحول كام. تمام، ممكن نحول 10 سنت، وبعدين هنبدأ اللي احنا نضغط هنا وهيبدأ يحولهم لي للدولارات. بقى معايا 35 سنت، فهنبدأ اللي احنا نضغط عليها ونضغط على ويزدرو، او نضغط على ويزدرو اللي في الاسفل ديت، وهنا نبدأ نحدد البيبال اللي هي وسيلة الدفع اللي هي البيبال. خلينا كده نحدد البيبال، وهنا زي ما انتم شايفين الحد الادنى للسحب 29 سنت فقط، يعني حاجه بسيطه جدا. وهنا هنبدا اللي احنا نحط ايميل البيبال بتاعنا. ثواني بس كده ابدا اكتبه قدام حضراتكم. تمام، وبعد ما كتبنا الايميل هنا وحطينا المبلغ اللي احنا عاوزين نسحبه هنضغط هنا على كلمة ويزدرو، ولاحظوا معايا هنا هيبدأ يخصم عدد الدولارات اللي معايا في الحساب ويبدأ يكمل لي عملية السحب. تمام، هنا بقول لي تم السحب بنجاح. هنا زي ما انتم شايفين مكتوب لي انه هنا الجاري الدفع، ولكن هنا زي ما انتم شايفين شوفوا دي الدفعة اللي انا خدتها قبل كده، ودي اول دفعة خدتها من التطبيق بقيمة 1 دولار و5 سنت. فالمهم هو اصلا الدفع فوري، فخلينا نروح للجيميل على طول ونشوف الرسالة اللي جات لنا. هنعمل بس تحديث للصفحة الخاصة بالجيميل. تمام، زي ما انتم شايفين هنا عندنا رسالة ولكن من باينير مش من التطبيق، فخلينا ندخل على التطبيق مرة تانية نحدث التطبيق بس. تمام، هنا زي ما انتم شايفين بقول لي ان الدفعة وصلت بنجاح، فخلينا نروح للجيميل مرة تانية ونعمل تحديث للصفحة. زي ما انتم شايفين هنا الدفعة وصلت اهيت، هنضغط عليها ونتأكد. هنا طبعا هتلاقي الوقت والتاريخ وكل حاجة ظاهر. هنا الوقت الساعة 1:43، وزي ما انتم شايفين هنا الساعة 1:43، يعني لسه خلاص 44 دقيقة. طبعا الدفع ما بكملش دقيقة واحدة، الدفع فوري يا شباب. فصراحة التطبيق ممتاز جدا، والدفعة بتوصل بدون اي اقتطاعات. هنا وصلت 35 سنت ايت، وهنا اسم التطبيق زي ما حضراتكم شايفين. تمام، فكده احنا عملنا اثبات دفع من التطبيق. خلينا بقى نتعلم طريقة الربح من التطبيق. طريقة الربح من التطبيق شباب سهلة وبسيطة جدا، كل اللي عليك انك بتبدأ اللي انت تجمع نقاط وتحولها للدولارات وتبدأ تسحب، او تبدأ اللي انت تجمع نقاط وتشارك بيها في المسابقات ديت وانت وحظك. فانا انصحكم انكم ما تشاركوش في المسابقات ديت لانك حظك هيكون رضيء نوعا ما. فالمهم دي مسابقات، لو انت حابب تشترك في اي مسابقة هتضغط هنا على تسجيل، وبعدين هتشوف انت عاوز تدخل بكام كارت. وليكن انا هخش بكارت واحد، وزي ما انتم شايفين هنا الكارت ب10 نقاط، فهتبدا اللي انت تضغط هنا على كلمه دن وهيبدا يخليك تشترك في المسابقه زي ما انتم شايفين. وهنا خصم مني طبعا 10 نقاط، وهنا خلاص انا سجلت في المسابقه دي. وطبعا عندنا هنا مسابقات كتير لو انت حابب تشترك فيها انت وراحتك. فالمهم ديت طريقة الاشتراك في المسابقات. عندنا بقى الطريقة التانية ديت، وهي اهم طريقة للربح من التطبيق. هنا زي ما انتم شايفين في هدايا فوق اهيت، هنا كل ما يجي يوم معين هتبدأ اللي انت تضغط عليه وهيبدأ يضيف لك نقاط لليوم ده، يعني زي هدية التسجيل اليومية. وكمان هنا في الاسفل عندك صناديق، الصناديق ديت هتضغط عليها وهيبدأ اللي هو يديك نقاط مجانا. فزي ما انتم شايفين انا فتحت كل الصناديق واداني نقاط مجانا، فديت طريقة كمان لجمع النقاط في التطبيق. وعندنا بقى الاربع طرق دولت لجمع النقاط، ودول يعتبر اهم 4 طرق في التطبيق. عندك اللي هي اللعبه الاولى ديت، هنبدا اللي احنا نضغط كده ستارت،
وانا زي ما انتم شايفين دي اللعبه اهيت، فخلينا نجربها كده مع بعض. تمام، هنا هنبدا اللي احنا نشوف الاشكال المتشابهه، طبعا التطبيق ورهم لنا. فالمهم خلينا نجرب مع بعض، انا شكلي اخسر وديت زي ديت زي ما انتم شايفين انا كسبت في المرحله ديت وخدت 3 نقاط. فلو عاوز تجرب كمان مره وتكسب نقاط هتضغط هنا، وبعدين هتشوف الصناديق المتشابهه لازم تحفظها بسرعه زي ما انتم شايفين انا حفظت دولت، وبعدين تبدا اللي انت تكمل بنفس الطريقه. انا طبعا ملحقتش احفظ حاجه، فعادي جدا هتبدا اللي انت تحفظ. تمام، انا خسرت في المرحله ديت لاني ما كملتش بالطريقه الصحيحه. فدي اول لعبه يا شباب، طبعا هي ممكن تكون صعبه شويه ولكن اللي بعدها ديت لعبه سهله جدا. خلينا نضغط هنا على كلمه ستارت، طبعا اللعبه دي كلكم عارفينها، فخلينا نجرب كده نلعب مع بعض هنشوف انا ولا الشخص اللي بيقابلني ده هو اللي هيفوز. لحظه واحده، هنا طبعا هو بيبدا يلعب اهوت زي ما حضراتكم شايفين، ولا انا فزت ولا هو فاز، فبالتالي هاخد نقطة واحدة وهو كمان هاخد نقطة، فانا لو فزت هاخد 4 نقاط. فدي يا شباب طريقة اللعب، طبعا انت لو محترف في اللعبة ديت هتبدأ اللي انت تفوز فيها بكل سهولة وهتاخد منها نقاط كتيرة جدا. وهنا بقى عندنا الآلة الحاسبة، دي طبعا للناس اللي يعني دماغهم كويسة شوية، فهنا هيبدأ يظهر لك عملية حسابية ولازم اللي انت تخلصها قبل الوقت ده ما ينتهي. فخلينا كده نجرب مع بعض. تمام صح، خلينا نجرب كمان ديت. تمام الإجابة غلط، فالمهم انت لو ليك في الآلة الحاسبة يبقى الاختيار ده تبعك وهتبدأ اللي انت تجمع منه نقاط كتير. عندك بقى اخر اختيار وهو دعوة الاصدقاء، هتضغط على شير وتضغط على كوبي لينك، وعلى كل صديق يضغط على اللينك الخاص بيك ويحمل التطبيق هتبدأ اللي انت تاخد 130 نقطة، فدي هتكون حاجة ممتازة جدا ليك. فبس شباب دي طريقة جمع النقاط من التطبيق. خلينا بقى نيجي لاخر اختيار هو ده عشان نبدأ اللي احنا نسحب ارباحنا من التطبيق. زي ما انتم شايفين دي الناس اللي بتسحب اهيت، وده انا طبعا انا لسه ساحب 35 سنت، وهنا في كمان واحد سحب بعدي اهوت، فديت الناس اللي بتسحب من التطبيق. وطبعا التطبيق الدفع فيه فوري زي ما قلنا، فصراحة دي حاجة ممتازة. فالمهم لو انت عندك نقاط هنا هتبدأ اللي انت تحولها عن طريق الضغط على الاختيار ده. مثلا هنا عندك الواحد سنت هيكون بكام نقطة؟ ب 119 نقطة. فلو انت معك 119 نقطة هتضغط هنا على الاختيار ده وهيبدأ اللي هو يخصمهم من النقاط اللي عندك ويديك بدلهم واحد سنت. فدي يا شباب طريقة تحويل النقاط للدولارات. اما بقى طريقة السحب هتضغط هنا على كلمة ويزدرو وهتبدأ اللي انت هتختار هنا الباي بال، طبعا كلنا هنختار الباي بال، وتبدأ اللي انت هتحط هنا الحد الأدنى للسحب اللي هو 29 سنت أو 30 سنت. وبعد ما تحط الحد الأدنى السحب هتضغط هنا وتحط ايميلك على البيبال وتضغط على كلمة ويزدرو، والسحب هيوصلك فوري زي ما انتوا شايفين. دي الثلاث دفعات الخاصة بيا من التطبيق، وصراحة شباب التطبيق ممتاز جدا والدفع فوري زي ما شفتم معايا في بداية الفيديو. خلينا بقى نيجي لاخر حاجة في شرح النهاردة وهي الاعلان عن الفائزين في المسابقة. خلينا نيجي هنا ونجيب فيديو المسابقة مع بعض، طبعا ده كان فيديو المسابقة اهوت. هنضغط هنا ونبدأ اللي احنا نعمل مشاركة وننسخ اللينك الخاص بالفيديو ونرجع للموقع ده ونحط لينك الفيديو هنا. تمام، هنا زي ما انتم شايفين عملنا لصق لرابط الفيديو. فالمهم يا شباب دلوقتي هنضغط على الاختيار ده عشان يحمل التعليقات. لحظه هو هنا بعد التعليقات اهوت، فالمهم هنا عندنا 105 تعليق صافي. ففي ملحوظه مهمه شباب بالنسبه للناس اللي هتفوز، مش انا اللي مختارهم، الموقع ده هو اللي مختار عشوائي عشان ما حدش يجي يكتب لي في التعليقات يا احمد هو انا ليه ما فزتش. يا شباب مش انا اللي بختار، الموقع ده هو اللي بيختار. فخلينا نضغط على ستارت على بركه الله ونشوف مين سعيد الحظ اللي هيفوز معانا. وطبعا زي ما قلت لكم لازم يكون كاتب الاي دي ومحدد لي يا اما شداد ببجي او جواهر فري فاير. طبعا زي ما انتم شايفين ده اول شخص فاز معانا، وهنا بس التعليق كاتب لي من متابعينك. فالمهم هنا ولا حاطط لي اي دي ولا كاتب لي اسم لعبه ولا حاجه خالص، فانا دلوقتي مش هقدر ان انا اشحن له وهو ما طبقش الشروط اصلا، فبالتالي هو كده خرج من المسابقه. فخلينا نضغط على ستارت مره ثانيه ونشوف مين الفائز الاول معانا. لحظات هنا هيبدا يفرز التعليقات، وهنا كاتب لي فري فاير وكاتب يا رب، هنا اسم القناه مو صلاح، فالف الف مبروك ليك، وهنا انت فزت معانا ب 100 جوهره فري فاير. خلينا ننسخ الاي دي مع بعض اهوت، هنا الاي دي اوله 1 زي ما انتم شايفين واخره 3، فخلينا نعمل نسخ كده للاي دي
ونيجي على التطبيق اللي احنا هنرسله منه اللي هو ده. لحظة واحدة بس التطبيق يفتح معنا. هنيجي هنا على وولت ونضغط على فري فاير. طبعا هو طالب فري فاير زي ما انتم شايفين، طالب هنا كاتب فري فاير وده الاي دي، فخلينا نختار العرض الخاص ب 100 جوهرة ونبدأ اللي احنا نحط الاي دي الخاص به في فري فاير ونتأكد مرة تانية. هنا اول الاي دي 128 واخره 153، فهنا اول الاي دي 128 واخره 153، فخلينا نضغط على سبميت على بركة الله. تمام، وهنا هيقول لي تم السحب بنجاح. خلينا برضو نتأكد ان الدفعة انطلبت. هنيجي هنا على ريديم هيستوري وزي ما انتم شايفين هنا احنا طلبنا له الدفعة وده الاي دي الخاص بيه. تمام، فخلينا نيجي على الشخص الثاني او الفائز الثاني معانا. هنضغط هنا وبعدين هنضغط على ستارت. لحظة بس عشان النت يعني ضعيف شوية، فخلينا نضغط على ستارت عشان نشوف مين الفائز الثاني معانا في المسابقة. زي ما انتوا شايفين هنا بقول لي سويت شروط المسابقة. طيب دلوقتي انت سويت شروط المسابقة بس ما حطيتش ولا الاي دي ولا كتبت لي فري فاير ولا اي حاجة، فكده انت للأسف بره المسابقة. فخلينا نضغط هنا ونضغط على ستارت ونختار فائز تاني. طبعا هنا طلع لي الفائز اهوت، كاتب لي بوبجي وكاتب الاي دي، فالف الف مبروك ليك. خلينا ننسخ الاي دي مع بعض كده، هننسخ من اول 55 لحد 53. هنضغط نسخ ونيجي للتطبيق ده وننتظر ثواني بس التطبيق يفتح معانا. زي ما انتوا شايفين هنا التطبيق تمام فتح معانا. نيجي هنا نضغط على كلمة وولت وبعدين هنضغط على كلمة ريديم ناو، وهنا طبعا هو طالب شداد ببجي، فخلينا نضغط هنا على ببجي ونبدأ نبعت له عرض الشداد. لحظات بس النت بحمل. تمام، هنا ظهر لي اعلان، فاسف جدا، هننتظر ثانية واحدة ونخرج من الاعلان وبعدين نختار له اكبر عدد من الشدات اللي هو 75 شدة. هنضغط على ريدم ونحط هنا الاي دي الخاص به. طبعا هنا الاي دي اوله 556 واخره 253، فخلينا نتأكد مرة تانية، اوله 556 واخره 253، فهنضغط هنا على كلمة سبميت على بركة الله. وزي ما انتوا شايفين لاحظوا معايا هنا خلاص هيتم الدفع اهوت، وهننتظر بس بعض الثواني. وهنا زي ما انتوا شايفين بيقول لي تم الدفع بنجاح. هنضغط هنا ونرجع للخلف عشان نشوف هل تم الدفع. هنضغط هنا على كلمة الريدم هيستوري ونعمل تحديث للصفحة، وزي ما انتوا شايفين كده احنا طلبنا الدفعة بنجاح، وهنا اول الاي دي 556 واخره 253، وهنا الشدات جاري الارسال اهيت. فان شاء الله بعد يومين هتلاقوا الشدات في حسابكم. وبالنسبة للشخص اللي طلب جواهر ده ان شاء الله بعد يومين برضو هتلاقي الجواهر وصلت حسابك. فبس ده كان فيديو النهاردة، اتمنى رب يكون عجبكم الفيديو، ولو عاوزين مسابقات تاني اكتبولي في التعليقات وان شاء الله هعمل لكم مسابقات كتيرة. ولكن طلب بسيط بس، يا ريت لو انت مش مشترك معنا في القناة ادعمنا باشتراك في القناة وفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد، وما تنساش تعمل لايك للفيديو وشارك الفيديو مع اصدقائك عشان الكل يستفاد. واشوفكم بقى في فيديو جديد على قناة احمد علي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.